بسماتنا. على كل حال احنا شغل عندك اوكي. هلا هون بس فكره صغيره، احنا عملنا متحف صغير بمنطقه الفيصليه، منطقه جبل نيمو، اسمه متحف الحكايه. هو حكايه قصه تاريخ، انت بس ضلك هو قلب فيه، اعمل تسلى فيه شوي شوي قلب عرفت. واقف كم صورة، عبارة عن مجمع كبير، هو الوحيد في الأردن ماذا بقى في المتحف الأول بالأردن، متحف متحرك، متحف بالصوت والصورة، متحف بيحكي كل تاريخ المنطقة من أيام سفينة سيدنا نوح لغاية اليوم. هو عبارة عن متحف تراثي، تاريخي، ثقافي، ديني، تعليمي، اللي بدكم إياه كله موجود داخل المتحف. وهنا بنشوف حتى التعايش المسيحي الإسلامي حتى اليهودي موجود كله بعنا بمتحف واحد. الفكرة ماذا بصار اسمها مرتبط بالمتحف. متحف الشمع، متحف الشمع. أنا ما عندي 2 كيلو شمع بكل المتحف، بس ما بعرف طلعوا عليها الاسم وصار اسم دارج، ما بعرف منين طلع متحف الشمع. ما عندي شمع. على كل حال هذا المتحف معمول بالقطاع الخاص العمل، وبنفتخر انه موجود في مادبا. بهاي الاثناء بمساعدة المتحف وجمعيتنا مادبا، بما انها مدينة الفسيفساء حاليا، نحن في مادبا نملك اكبر لوحة فسيفساء بالعالم، وان شاء الله بعد شهر تدخل كتاب جينيس للارقام القياسية. لوحة خيالية عملت لمدينة مادبا، بما انه مادبا هي مدينة الفسيفساء. هاي اللوحة هديناها احنا لمديرية سياحة مادبا لوزارة السياحة، وراح نحطها ان شاء الله في مركز زوار مادبا في المدخل الرئيسي، حتى تكون مادبا كلمة وفعلا هي مدينة الفسيفساء بوجود اكبر لوحة فسيفسائية بالعالم. ان شاء الله بعد شهر زمان تكون افتتاح اللوحة. وجد حتى جلالة سيدة الملكة رانيا حطت فيها حجر، والكل اجى شارك فيها حط حجر، كثير من الموجودين شاركوا معنا. واهلا وسهلا فيكم في مادبا كبرنامج تعليله، وهي دعوه خاصه منا لكم، تفضلوا تزوروا مادبا بمتاحفها، مادبا باثارها، بكل المناطق السياحيه عندهم. وشكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. قبل الجرس.